هذه ثالث مرة يحل علينا شهر رمضان المبارك في صحة وسعادة. طبعا سلامة صارت تعرف تسوي فطور وسحور صحي وناسب كل أفراد الأسرة، خاصة إذا حد منهم مصاب بالسكري. طبعا قبل بداية الشهر الفضيل مريض السكري لازم يراجع طبيبه ويسوي كل الفحوصات اللازمة لمعرفة قدرته على الصيام. المريض الصايم يحتاج مراقبة مستوى السكر 4 مرات في اليوم، قبل الظهر وعلى العصر وبعد 3 ساعات من الفطور ومباشرة قبل السحور، والنتيجة لازم ما تكون أقل من 70 ولا أكثر من 300. أما عن وجبة الفطور فلازم تكون مباشرة عقب الأذان، تنقسم إلى 3 أقسام، كوب ماي و3 تمرات، عقبها مقبلات، عقبها الوجبة الرئيسية، مع التركيز على البروتينات والخضار والكربوهيدرات مثل الخبز الأسمر، والابتعاد عن الأكلات المالحة والمقلية والمشروبات الغازية والكافيين، واستبدال العصائر بحبات الفواكه. ومريض السكري لازم يشرب كميات كافية من الماي بين الفطور والسحور. أما عن وقت السحور فلازم يحاول يأخره لقبل الفجر مباشرة. بارك عليكم الشهر وعساكم دوم صحة وسعادة.